عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في حذوك اليوم بيتين. إن شاء الله تكونوا بخير قبل كل شيء، وباش نشوفوا مع بعضنا توقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي. نبدأ ببرج الحمل. الفرص محلولة قدامك، فما تغيير إيجابي على جميع الأصعدة. صحياً لاهي برشاقتك وتحسن في روتينك الغذائي. مهنياً نترفع من مكانتك بين الناس وتزيد معرفة وخبرة. عاطفياً الوضع مستقر بفضل المعاملة الحلوة. نشوفوا برج الثور. مهنيا الامور تتحرك في صالحك، قادر تتواصل وتنجح. عاطفيا شريكك هو محور الاتصال متاعك، ممتن ومقدر ظروفك. صحيا وقيت باش تعمل عزيمه وتنقص في الميزان. نشوفوا برج الجوزاء. الوضع العام مطمئن، اما بالك مشغول برشا. مهنيا المسؤوليات زادت والمداخيل على قدها. عاطفيا رغم الضغوطات نلقاوك متفهم ومستوعب الظروف اللي متعدي بها. صحيا اخدم اكثر على راحتك النفسيه. نشوفوا برج السرطان. فما موضوع صحي شغلك بالك، عنده مديدة لقيت له العلاج والحل. مهنيا نترتب الأمور بكل سلاسة ودقة باش تحسن من وضعيتك. عاطفيا نهار العلاقات وإيجاد حلول للخلافات. برج الأسد. مهنيا تفادى الخلافات وما تكبرش المشاكل، حاول إيجاد الحلول بطريقة دبلوماسية. عاطفيا تحس بالوحدة، أما نهار اليوم باش يكون اجتماعي على قاعدة صحيحة. صحيا اهتم بصحتك وبمثلتك والباقي يجي وحده. نشوفوا برج العذراء. مهنيا وصحيا شعبيتك زادت والناس تقرب منك بفضل حسن أخلاقك. صحتك في أحسن حالاتها، وعاطفيا ما شاء الله عليك تعرف كيفاش تتحرك باش تضمن راحة شريك حياتك. برج الميزان. الأضواء عليك اليوم. مهنيا ناشط ومتألق، عاطفيا اللي يشوفك تعجبه الكاريزما متاعك وقوة شخصيتك. صحيا تحاول تحسن من نمط الغذاء متاعك وتتبع في الحاجات اللي يساعدوا بدنك. برج العقرب. الأمور المالية والمهنية في تحسن، قاعد تخطط وتدخر على روحك. عاطفيا واجتماعيا نهار العلاقات بناس جديدة يدعموك برشا. صحيا قاعد ترجع لحالتك القديمة، الحالة المتفائلة والناشطة. نشوفوا برج القوس. عاطفيا فما تصالح كنت تنتظر فيه عندك مديدة. مهنيا فما راحة نسبية وتبدأ تخمم في غرامك كما مشروع جديد. صحيا وين كنا وين اصبحنا، والتحسن ملحوظ. نشوفوا برج الجدي. مهنيا وعاطفيا اتجنب الاندفاع والمواجهات، عليك كان بالتامل. عاطفيا خذ الامور ببساطه وما تاخوهاش على عاتق شخصي، راحتكم الزوز هي الاهم. صحيا انتبه من الماكله في الشارع وغير النمط هذا في اسرع وقت. برج الدلو. صحيا بعد التعب فما الانفراج والراحه، وكما نقولوا الوقايه خير من العلاج. مهنيا فما برشا تراكمات، عليك باش تقوي ريتم دو ترافاي متاعك. عاطفيا وضعك مستقر وفما اجواء رومانسيه باش تعيشها، تخفف عليك برشا ضغط. نفاوك العادة والعويد. برج الحوت. مهنيا نمي قدراتك واكب تطورات من حولك. عاطفيا الوقت مناسب باش تاخذ خطوة لقدام. صحيا ابعد على كل حاجة اللي تخليك ماكش مرتاح. كانت هذه حظك اليوم لليوم، وان شاء الله ديما مزهرين وبخير. نتلقاو في موعد جديد. باي باي.